حضراتكم من جديد. فوز الاتحاد على انبي بهدفين مقابل هدف. كابتن عمر، اللي جاي عند الاتحاد برضو مش سهل، يعني اللي جاي كله تقريبا ماتشات صعبه، بدايه من طلائع الجيش، الاهلي، الاسماعيلي، البنك الاهلي، الزمالك، المقاولين، غزل المحله، كلها ماتشات صعبه الحقيقه، ما بقاش في ماتشات سهله. يبني على ايه عماد النحاس النهارده بعد فتره من الغياب عن النتائج الايجابيه؟ النهارده بيفوز. هو النهارده يعني مباراه استرداد جزء كبير من الثقه اللي كانت مفقوده الفتره اللي فاتت، وزي ما قال الكابتن وليد والكابتن محمد، الحقيقه مكسب جه في وقت صح. كان شيء مهم جدا باي شكل كان الاتحاد يفوز النهارده، على اساس هو محتاج كده نقطه او نقطتين وخلاص، ما يفكرش في حاجه، والسبع مباريات الموجودين عنده مجرد فيهم بقى تحسين، يعني مش تحسين ولعب بقى كوره ينسي الناس الفتره اللي فاتت بنتائجها يعني. وطول ما انت بتلعب وانت مش مضغوط الحقيقه بتأدي بشكل كويس طبعا، مش عايز خاصه في عناصر كويسه في نادي الاتحاد السكندري يعني. عشان كده اللقاء كان مهم بشكل كبير جدا. الفتره اللي جايه يعني لو اعتبرها مباريات كؤوس